أول من عرف مصطلح الصحة العقلية بشكل واضح في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي هو العالم ويليام سويتسار واللي يمكن أن يعتبر هذا التعريف باكورة المناهج المعاصرة لتعزيز الصحة العقلية وعرف إيزاك ري وهو أحد المؤسسين الثلاثة عشر للجمعية الأمريكية للطب النفسي بأن الصحة العقلية هي فن يحفظ العقل من الوقائع والتأثيرات التي تثبت من طاقة العقل وجودته وتطوره وتتلفها تماما في بداية القرن العشرين أسس كلايفورد بيرز اللجنة الوطنية للصحة النفسية، وافتتح أول عيادة للصحة النفسية للمرضى الخارجيين من الولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر الصحة النفسية جزء أساسي من الصحة العامة، لأنها تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة والعلاقات الشخصية والأداء الوظيفي، وتشمل الصحة النفسية حالة العقل والشعور والتصرفات، ويعتبر الاستقرار النفسي والقدرة على التعامل مع التحديات والضغوط جزءاً مهماً منها. تشير الأد أدلة من منظمة الصحة العالمية بأن حوالي نصف سكان العالم مصابين بمرض عقلي يؤثر على احترامهم لذواتهم وأيضا قدراتهم على العمل في الحياة اليومية وحسب منظمة الصحة العالمية أيضا كل سنة يموت أكثر من 700 ألف شخص بسبب الانتحار وليعود بالأساس أسبابه اضطرابات نفسية وأمراض ما تم تداركها تعد الصحة النفسية أساسية للحفاظ على جودة الحياة ويجب أن يتم التعامل معها بنفس الاهتمام والرعاية التي تعطى للصحة الجسدية باستخدام الاستراتيجيات المناسبة والبحث عن الدعم اللازم ومراجعة المختصين كما يمكن للأفراد تحسين صحتهم النفسية والعيش بحياة أكثر سعادة واستقرار دمتم بصحة ونشوفكم على خير بالحلقات الجاية والسلام عليكم